في العراق أكد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب أن مسافة 150 مترا فقط تفصل قوات الجهاز عن ضفة نهر دجلة الغربية من جهة المدينة القديمة، ولم يتبقى سوى مربع واحد بعد اقتحام منطقة الميدان وإكمال استعادة سوق الشعارين. هذا بينما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من السيطرة على عمارة الشواف ونشرت قناصتها على سطحها لتأمين تقدم القطاعات الأخرى وسط منطقة النجيفي، آخر معاقل التنظيم في محور الشرطة الاتحادية. الموصل أحد أهم معاقل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية المتشدد، والذي كان اجتاحها قبل أكثر من 3 سنوات. القوات العراقية المشتركة لم تستكمل بعد مراحل تحرير المدينة الهامة بأكملها، فيما تدخل المعركة شهرها 9. فمن بعد النجاح في استعادة الشطر الشرقي والعبور نحو الشطر الغربي متوغلة باتجاه قلب المدينة القديمة لتطهيره، فإن القوات العراقية تفيد بأن المعارك تحتدم الآن مع المسلحين في المدينة القديمة على حافة النهر. ويقسم نهر دجلة الموصل لشطرين، ما تبقى تحت سيطرة التنظيم هو جيب صغير مطل على الضفة الغربية للنهر، ويتضمن مناطق القليعات، باب الشط، وشطرا من منطقة الشهوان شمال المدينة القديمة. ويشتد القتال ضراوة لانتزاع هذا الشريط الساحلي الذي لا يتعدى مساحة 500 كيلومتر، ويتحصن به وفقا لقوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية نحو 300 مسلح محاصرين. باستعادته ستكون تمت استعادة كامل الموصل. تم السيطرة على شارع خالد بن الوليد الكامل، وبعدها أيضا تم السيطرة على شارع العدالة والمصرف ومنطقة السرج خالد الكامل، وماصلين التقدم ومعنوياتنا عالية، وأيضا تم تأمين ممرات آمنة لغرض إخراج العوائل من المنطقة اللي كانوا محاصرين. لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استبق معارك الفصل الأخير في الموصل بالتهنئة بالانتصار في أكبر حملة عسكرية يشهدها العراق، رغم أن القوات المشتركة ما زالت تباشر المعركة كبير في مدينة الموصل وإسقاط خرافة داعش. سلطات الدفاع المدني تتحدث من جانبها عن حاجتها لما لا يقل عن شهرين لمباشرة رفع مخلفات الحرب من الشوارع وتمر الخنادق ورفع جثث العائلات التي كانت محاصرة في منازلها، فالمواجهات داخل المدينة القديمة في الموصل وبسبب أزقتها الضيقة كانت مباشرة وخلفت الكثير من الجثث المنتشرة على الطرقات أو داخل البيوت أو تحت أنقاض المباني. ويلجأ التنظيم المتشدد المسلح الآن بشكل متزايد للعمليات الانتحارية، وفي الموصل القديمة استخدم نساء الانتحاريات لمواجهة القوات العراقية دفاعا عما تبقى من مناطق يسيطر عليها. وقد نشر على موقع أعماق التابع له مقطعا يظهر شنه هجمات بواسطة سيارتين مفخختين على مواقع وثكنات تابعة لقوات الحشد الشعبي غرب قضاء البعاج عند الحدود العراقية السورية. وقد أعلن عبر تطبيق تيليجرام مصرع 12 جنديا وإصابة عدد آخر فضلا عن تدمير 3 ثكنات عسكرية. ويأتي هذا الهجوم المضاد رغم تأكيد القوات العراقية انتهاءها الشهر الماضي من تنظيف الحدود العراقية السورية. أمير عباس، BBC.